في قضية اليوم فوجئ القطاع الصناعي، كما جاء في كتاب وجهته جمعية المستثمرين الأردنية لأعضائها بارتفاع فواتير الكهرباء المستحقة على منشآتهم في شهر كانون الثاني الماضي، ما دفعهم إلى عقد اجتماع موسع في مقر الجمعية بحث الموضوع وتداعياته السلبية، خاصة أن من شأن ارتفاع تكاليف الإنتاج أن يؤثر على ميزات المنتجات الوطنية التنافسية داخل وخارج الأردن. لمناقشة هذا الموضوع نستضيف اليوم في الاستوديو رئيس جمعية المستثمرين نبيل إسماعيل. أهلا وسهلا فيك أستاذ نبيل. صباح الخير. وأيضا عبر الهاتف تنضم لنا السيدة وجدان الربضي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. صباح الخير ست وجدان. نعم، إذا يعني اسمحوا لي أبدأ معك سيدي. بداية يعني الحكومة أعلنت العام الماضي أنها ستعتمد مقياس لتحديد سعر الكهرباء وهو سعر خام برنت، وكان 55 دولار لبرميل النفط كان السعر في وقت تحديد هذا الإعلان، وقد بلغ سعر النفط في الشهر الأخير من العام الماضي حوالي 59 دولار، ما يعني أنه فاتورة الكهرباء سترتفع. لماذا تفاجأتم بعد ارتفاع فواتير الكهرباء؟ صباح الخير وشكرا على طرح هذا الموضوع الهام للقطاع الصناعي. نعم. الموضوع القطاع الصناعي ليس موضوع فني، الموضوع سياسي بامتياز، الموضوع يتعلق بصناعة وطنية تعاني الأمرين بسبب غياب برنامج وطني لتوفير الشروط اللازمة لتنمية وتطور القطاع الصناعي. نعم. والقطاع الصناعي يعاني من ارتفاع التكاليف بشكل عام في كل مراحل الإنتاج، سواء كان بالطاقة أو بالعمالة أو بالتكاليف الأخرى. نعم. المختلفة للإنتاج بالأردن. الأردن تنافسيته في تراجع مقارنة بجميع الدول المحيطة وبجميع الأسواق التي. نعم. يعني سيد نبيل، السؤال هو وقت إعلان الحكومة أنها ستربط سعر الكهرباء بسعر النفط، لماذا لم يتم الاعتراض على الموضوع؟ تم الاعتراض في حينها، يعني في حينها وتم مناقشة، لكن احنا بنعاني مع الحكومة من غياب الشراكة الحقيقية في اتخاذ القرارات. الحكومة في كثير من القضايا التي تهم القطاع الصناعي والقطاع الخاص لا تتشاور بشكل حقيقي وبشكل عملي ومؤسسي مع الحكومة، تشاور القطاع الخاص من أجل أخذ موافقة على قرارات الحكومة وليس لاتخاذ قرارات عادلة تساهم في التنمية الاقتصادية وإبقاء قطاع صناعي يتطور ويحقق التنمية المطلوبة. نعم، يعني هل كان الارتفاع في سعر الكهرباء منطقي بالنسبة للارتفاع في سعر النفط؟ موضوع الكهرباء موضوع ملتبس وغير واضح ويفتقر إلى الشفافية. تسعير الكهرباء أحد الشروط التي وضعتها الحكومة ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي. نعم. المدعوم أو المعتمد من صندوق النقد الدولي هو إعادة النظر بأسعار الكهرباء شهريا حسب. نعم. معدل سعر البترول إذا ارتفع فوق 55 دولار. نعم. للبرميل، بالإضافة إلى تكاليف التشغيل وتكاليف شراء الكهرباء. نعم. إلى غير ذلك من القضايا. هذه المواضيع، يعني إحنا بالكهرباء الفاقد. نعم. بالكهرباء يقال 15% وبعض التقارير تقول 25% إذا ما جرى تحديث الشبكة ووقف التعديات والمشاكل الفنية. والمشاكل الفنية. نعم. يمكن توفير كل فاتورة الكهرباء، والقطاع الصناعي ثاني أكبر مستهلك. نعم. للكهرباء، والكهرباء بالنسبة. طيب. للصناعة مدخل إنتاج. نعم. وليست سيد سلعة ترفيهية. نروح لسيدة وجدان الربضي. وسيدة وجدان، كيف تردي على الصناعيين الأردنيين في احتجاجاتهم على ارتفاع أسعار الكهرباء، وهل هناك شفافية في التعامل مع هذا القطاع؟ أول شيء يسعد صباحكم وشكرا لاستضافتنا بتوضيح هذا الموضوع. بالنسبة لتفعيل فرق أسعار الوقود، إحنا إذا طلع أي مواطن على فاتورة الكهرباء قبل تاريخ 1/1/2017 يرى أنه في خلف الفاتورة هناك في بند فرق أسعار الوقود وقيمته صفر. نعم. هذا البند وقرار كانت معتمديته الهيئة ومتخذ منذ عام 2010 ومتثبيته على الفاتورة، لكن كانت قيمة هذا البند صفر. اعتبارا من 1/1/2017 هناك في آلية، الآلية شفافة، وإحنا كهيئة تنظيم تعلن بشكل شهري عنا
كآلية تطبيق هذه الآلية، وقديش قيمة الأسعار الفعلية لأسعار النفط المستخدمة في توليد الطاقة الكهربائية؟ نعم. احنا خلية الطاقة الكهربائية لتوليد الطاقة الكهربائية، خلية الطاقة أو الوقود المستخدم، في عنا غاز طبيعي، في عنا زيت الوقود، وفي عنا مادة السولار أو الديزل. الغاز الطبيعي يتم شراء جميع هذه المواد، اولا هذه المشتقات النفطيه بالاضافه للغاز الطبيعي من الاسواق العالميه. الغاز الطبيعي هناك العقود الشراء التي تقوم شركه الكهرباء الوطنيه بشرائها، تشترى من الاسعار العالميه ومربوطه باسعار النفط. معادله التسعير للغاز الطبيعي من الاسواق العالميه مربوطه باسعار النفط. الاليه اللي تم اعتمادها عباره عن في الشهر اللي بيتم فيه التسعير، بيتم هناك بشكل يومي رصد اسعار المشتقات النفطيه واسعار النفط الخام. نعم. بيتم بهذا الشهر زائد شهرين قبل شهر الثلاث عشر، خلينا نحكي قبل شهر التسعير. بيتم حساب هذا المعدل، تتاكد الهيئه من التكاليف الفعليه لشركه الكهرباء الوطنيه ولشركات التوزيع. وبالمناسبة بحب بس أصحح معلومة، إن القطاع الكهربائي لم تتجاوز نسبة الفقد فيه 15% زي ما بيحكي الأستاذ الكريم. نعم. نجي لها هي لاحقا. بتم ضمن هذه الآلية المعتمدة حصر تكاليف الفعلية بتدخل في النظام الكهربائي وعكس كلفة النظام الكهربائي. كان هناك عندنا اللي هو السعر الاسترشادي اللي هي 55 دولار للبرميل. نعم. يعني سيدة وجدان، سيدة وجدان، يعني نعلم كم هو مكلف فاتورة المشتقات النفطية المستوردة والغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء، لكن الفاتورة وقديش وزن الوقود المستخدم أكثر من 50% في كلفة الطاقة. نعم. لكن سيدة وجدان، نعم، يعني عملية رفع الكهرباء في هذه الطريقة وفعليا هي ستؤثر على تنافسية القطاع الصناعي في الأردن داخليا وخارجيا، هل هناك حلول لديكم في الهيئة لإيجاد مثلا تكلفة لإنتاج طاقة بتكاليف أقل، أو لبيع هذه الطاقة للقطاع الصناعي؟ نحن جاهزين بتشغيل النظام الكهربائي التشغيل الأمثل، ومن ثم منها عكس الكلفة بأقل ما يمكن. نعم. هاي هي خلينا نقول الكلفة الاقتصادية المدة اللي بتتم حسابها. نعم. في النظام الكهربائي. نعم. عندنا فرق أسعار الوقود يطبق على كافة الشرائح بغض النظر من هي، باستثناء شريحة الواحد ل 300 كيلو للقطاع المنزلي، أما بقية الشرائح فكانت عكست في شهر. نعم. كانون ثاني عندنا بأربع قلتان، في شهر شباط انعكست ب 12 فلس. نعم. سيدة وجدان، هل هناك فاقد في الشبكة الكهربائية؟ سيدي الفاقد الكهربائي في عندنا نوعين، هو فاقد فني وفاقد غير فني، وإشي طبيعي. أنت الفاقد الفني، الأسلاك الكهربائية اكيد هي عباره عن موصل للحراره، وبالتالي هذا شيء طبيعي انها رح يكون فيها فاقد. لكن احنا كهيئه تنظيم تم وضع خطه بالتنسيق مع شركات الكهرباء للضغط على شركات الكهرباء اللي بعمل باكثر كفاءه وتحسين النظام بحيث انه يكون الفاقد في قدر الامكان. نعم. يعني سيده وجدان الربضي، الشق الغير فني هناك عندنا بموجب القانون في أبادة العدلية تم. نعم. التفعيل منذ عام 2014 بالتنسيق ما بين الهيئة وبين قوات الأمن والدرك وشركات توزيع الكهرباء في الضبط والحد من السرقات والاستجرار غير مشروع. نعم. وتم ضبط العديد من الحالات. نعم. لكن لم نرى انعكاس. نعم. لضبط هذه الحالات سيدة وجدان على أسعار الكهرباء وتكاليف الإنتاج. بدي أشكرك السيدة وجدان الربضي نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، شكرا جزيلا لك. بالعودة لك أستاذ نبيل إسماعيل، يعني ما الذي يطالب القطاع الصناعي من الحكومة؟ زي ما سمعنا من السيدة وجدان، يعني هو فعليا في كلفة إنتاج، وأنتم صناعيين تعرفوا أسعار المشتقات النفطية والمحروقات لتوليد الكهرباء، يعني في تكلفة عالية في إنتاج الكهرباء. مع احترامي وتقديري لهيئة تنظيم الطاقة، الموضوع. نعم. مش عندهم، الموضوع عند الحكومة، قرار سياسي. يجب استثناء القطاع الصناعي من أي رفع لأسعار الكهرباء، لأنه القطاع الصناعي غير قادر على الاستمرار والتنافس لا بسوق المحلي ولا. نعم. في أسواق التصدير. ثانيا أنه يجب على الحكومة أن تحاور القطاع الصناعي من أجل إيجاد بدائل. نعم. لأن الطاقة الشمسية الآن. نعم. الحكومة وشركة الكهرباء أعطت امتيازات وحقوق لإنتاج طاقة شمسية لشركات لم تبدأ بعد، ويتم حرمان الصناعيين المستعدين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، لأنه طاقة الاستيعاب بخطوط النقل غير موجودة. غرفة صناعة عمان اقترحت أنه تعمل شركة
ومزرعة لإنتاج الكهرباء، محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، وفشل المشروع لأنه تكلفة الربط بالشبكة الكهربائية عشرات الملايين، وعدم وجود طاقة استيعابية. يعني لا يستطيع أي مصنع استغلال الطاقة الشمسية، غير قادر، لأنه في منطقة الموقر، في منطقة ماركة، في مناطق كثيرة يصعب الربط مع شركة الكهرباء، غير جاهزة، لأنه كمان في تعارض بالمصالح بين شركة الكهرباء. شركة الكهرباء هي اللي بتوزع وهي اللي بتعطي الرخص، ما لهاش مصلحة. وبتم إعطاء تصاريح أو موافقات لشركات أجنبية يعني غير أردنية بمئات أو ملايين الكيلووات. طيب سيد نبيل، تمت مئات يعني مئات كيلووات ساعة. هل تم في هذه المشكلة تم مخاطبة الحكومة بأي شكل من الأشكال؟ تم مخاطبات مستمرة، وآخر إشي كان بحث لهذا الموضوع في اللجنة المالية في مجلس الأعيان من قبل رئيس غرفة صناعة عمان بكل التفاصيل، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب ما هي خطوات أنا بدي أعطيك مثل على ذلك. تكلفة مثلا الكلورين بالأردن، تكلفة الكهرباء تشكل 60% من تكلفة الإنتاج بالكويت والسعودية 5%. إحنا بنستورد هاي المواد من السعودية ضمن اتفاقيات التجارة الحرة والكويت بدون أي تكاليف. وهذه المصانع اللي بتشغل مئات العمال مهددة بالإغلاق، لأنه حتى شركة البرومين بالعقبة تستهلك 12,000 طن. معظم استهلاكها بيتم استيراده من الخارج لأنه أرخص من التكلفة. سيد نبيل، بشكل سريع الخطوات القادمة لكم كقطاع صناعي. إحنا كان عندنا اجتماع للهيئة العامة، وفي مطالبات باتخاذ إجراءات إما باعتصامات أو بإغلاق مصانع، ومطالبة من خلال غرف الصناعة باتخاذ موقف حازم، لأن القطاع الصناعي لم يعد قادر على الاستمرار. وهذا القرار وقرارات أخرى مثل ارتفاع تكلفة الطاقة سيؤدي إغلاق العديد من المصانع خلال عام 2018. إضافة بدي أشير بشكل سريع لأنه الوقت دهمنا، يعني بكل الأحوال بستمنى أنه القطاع هذا يستمر ونرجع نشوف مصانع أكثر، نتوجه حتى نكون دولة صناعية إن شاء الله. بدي أشكرك. ما عندنا أمل إلا ما عندنا أمل للتنمية الاقتصادية إلا بتوفير الشروط اللازمة لتنمية القطاع الصناعي. السيد نبيل إسماعيل، رئيس جمعية المستثمرين الأردنية، شكرا جزيلا لوجودك معنا في هذا الصباح. أهلا وسهلا فيك. شكرا.